اوكي بالنسبه لهذا السؤال طلع هلا عندك الفاليو اوف اي هاي اي اللي هي 4.5 هذه 4.5 اوكي okay. فهي الاكزاكت فاليو فاكيد هاي راح استخدمها والفاليو اوف بي هاي عندي اياها 3 سنتيمتر هاي هي ها بي 3 سنتيمترز والانجل 55 اوكي okay. هاي 55 degrees اوكي okay. but we need to find the rest of these ones. so I'm going to use sine A over A, and these two values are from, but I'm going to use sine B over B, and these two of them are from, and B is not Okay, so let's go ahead and find these values. So I'm going to write here sine A. over a small letter equals sine b over b small letter. هلا substitute, sin a اللي هي sin 55 وعندي a 4.5 وفوق هلا b فبدي اطلع بالساين b فبضرب هذه cross multiplication بس b ب sin a. فانا بصير عندي sin b immediately هي sin b عرفت كيف صارت؟ equals b ب sin a over a small letter that means انو a equals خلنا نكتب هون انو a equals sine inverse لهادي value. فبروح على calculator okay فبروح على calculator and bring up the calculator let me see if it is brought up yes it's already brought up طلع بسوي بكتب شيفت الساين انفرس لهاي الفاليو قد ايه عند البي اللي هي 3 بحطه ديفيجن بار 3 ساين اي اوفر اي اي از 4.5 كلوز Bracket اوكي okay. لا بس كده مش هذا البراكت هذا البراكت الكبير اللي اوكي okay. هلا هيت انتر او ايكوالز فبيطلع 33.01 اوكي فهي الفاليو خلينا نعملها ستور اوكي هي ستور اي نحطه ب فهي بيطلع عندي اي از 33 سوري مين بي هاي بي الفاليو بي هاي بي بيطلع عندي 33.1 rounded to one decimal place هي 33.1 اوكي بس رح اكيد راح استخدم كل هاي الفاليو عشان اطلع مثلا سي او الفاليو اوف سي فعشان اطلع سي شو راح احكي شو راح اعمل بالانجل سي طبعا راح احكي 180 ماينس اي بلس بي اللي هي 55 بلس الفا اي كلوز براكت فبيطلع انا عندي 91.9 اذا سي 90 واحط هاي اعملها ستور واحطها بالبي أو أحطها بال C على أساس إنها انجل سي. فـ 91.9 فهذه 91.9 بس بدي أستخدمها كلها قد ما بقدر. عنا يعني مش رح يأثر لأنه شوف عنا 000 فـ you can use 91.9. اوكي okay. you can run it لأنه هذول كثير بعاد فـ يعني ما لهم أف الإفكت تبعتهم كثير رح يكون قليل. اوكي okay. فهلا عشان أستخدم عشان أطلع الـ value of C

A, okay, over A equals sign Okay, C. We need to find the value of C. صح okay. فكروس مالتيبليشن ترتيب فبتصير عندك سي ايكوال شو شو بتسوي بهاي طلع عشان تتعلم بس البروبرتيز تبعين البروبورشن هلا انا بقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن صح بس بقدر كمان اعمل كروس مالتيبليكيشن بس مش كل ما بس مش كل البارتس يعني بس بقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن هاي مع هاي لحالهم بس I can do that فشوف شو بصير فبكتب هون A ساين C شوف تتعلم هاي البروبرتيز تبعت البروبورشن هلا هدول اللي هم باللون الزهري السي مع الساين اي اي كان جاست اكستشينج ذم اوكي فمحل السي هذه بكتب ساين اي اوكي هلا اكملها هنا هون حكينا اي ساين سي هلا exchange السي مع الساين اي فبتنزل ال عندك هون ساين اي bring up the calculator هاي calculator is ready if I go to the division bar راح احكي a قد ايه الفاليو في a اللي هي 4.5 times sin c close bracket over sign a D, a 55 close bracket hit enter 5.49 this is the value of a i mean c sorry c but 5.49 now check the marxian talan maximum. 4.5 و33 و92 وعاملهم كلياتهم rounding to one significant figures uh, to uh, to whole number okay ف this is your answer يعني اذا طلب مثلا rounding to uh, two significant figures and so on this is your answer okay ف let me know your questions على هذا ال particular question okay And you can write your understanding a different I minhada mean, uh, explanation out of seven stars. Is if you understood 100%, hot seven stars. Is Almin 100% hot like six, five, four, a kem star? You think you understood this question? You can write this down in comment section.